الوزيرة المنصوري دارت واحد الفيديو دايره بوز كبير علنات على انطلاق الدعم ديال السكن. بغيت نبشر المواطنات والمواطنين بان المنصة اللي مخصصة للدعم المباشر للسكن انطلقت هذه ساعة، والحمد لله مجموعة من المواطنات والمواطنين بداو تسجلوا فيها. اول مواطن تسجل من مدينة الرشيدية، وتنتمنوا لهذا البرنامج باش يدخل بالخير على المواطنات والمواطنين اللي مازال ما متملكينش، وتكون لهم فرصة باش يكسبوا السكن ديالهم. وكنت بغيت نخبركم بطريقة مباشرة. الأغلبية ديالكم عارفيني كيفاش كنفكر، وعارفين أنني ضد الفكرة أنك تشري دار، حنت دار من الخصوم ماشي من الأصول، من الباسيف ماشي من الأكتيف، حنت كتخرج لك الفلوس من جيبك وما كتدخلهمش لك الجيب من غير إلا كريتير، وهو أكفس استثمار تقدر تدير. ولكن أنا عارف أن كاين بزاف ديال الناس مفورماطين وما غيسمعوش ليا، وغادي يمشيو يشريو الدار وغيمشيو يتسابقوا باش يدفعوا لهاد الدعم. كل واحد حر يدير اللي بغى، وداكشي علاش بغيت نقص عليكم الريس، وداكشي علاش بغيت ندير هاد الحلقة وكنتحداكم انكم تلقاو هاد المعلومات اللي فيها فشي بلاصه اخرى. اي كنتحداك. دابا هادشي كامل اللي كدير الحكومه مزيان والنيه ديالها مزيانه، ولكن هاد الناس اللي غادي يستافدوا من الدعم باش يشريو الدار خاصهم يعرفوا فين يشريو واشنو يشريو. وهادشي الحكومه والله الا قالتو ليك. هاد لا فيديو الله يجازيكم بخير بغيت تبارطاج الماكسيموم وصيفط لاي واحد كتعرفوا كيفكر يشري الدار سواء بدعم ولا بلا دعم. بغيت على الاقل هاد الناس اللي غادي تاخذوا واحد من اهم القرارات في حياتهم ما يضيعوش فيه، ما يديروش موفيز افير. اي حنت ممكن تصيد، حنت كاينين ديور اللي كيتزادوا في القيمه ديالهم مع الوقت، وكاين اللي كيبقاو هما وكاين اللي كينقصوا. داكشي علاش ما تمشيش مع مي صافي سمعتي الدعم غتمشي تشري اي حاجه. لا كاينين شروط وما تزيدش من راسك، تبع هاد الشروط اللي غنعطيك. قبل ما ندير هاد لا فيديو اتصلت بزاف ديال الاصدقاء ديالي في الدومين العقار، مقاولين كبار متوسطين وصغار، واستشرت معاهم وجبت لكم العصاره. واخا هما راه ما خصهمش يقولوا هاد الهضره وما فيش لصالحهم، الناس يعرفوا هاد الهضره. اليوم غادي نعطيكم كيفاش تشريو دار بلا ما تصيدوا. ركزوا معايا وبارطاجيو باش تعم الفائده على كل شيء. على بركه الله انا عزيز نوفل وهذه قناه المقاول. قبل ما نبدا هاد لا فيديو بغيت نحل لكم واحد القوس دغيا. هذاك المقطع اللي وريتكم من قبل ديال فاطمة الزهراء المنصوري الوزيره اللي مكلفه بالسكن، واش شفتوا كيفاش دارت؟ واش لاحظتوا شنو لاحظت؟ ما يمكنش هادشي يدوز مرور الكرام. دارت فيديو كتعلن المغاربه واحد من اهم القرارات الحكوميه وفي التاريخ ديال الحكومه المغربيه اللي معمرو دار من قبل بسيلفي تليفون بسطوري هي في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني شنو دارت فاطمة الزهراء المنصوري؟ دارت صناعه المحتوى ما كيما بغيت، وكنضل نبرح ليكم بهاد المهاره المهمه في 2024 وفي المستقبل. هاي وصلت حتى للوزراء. انت اللي كتفرج كيف ما كانت الخدمه ديالك، الا ما عندكش هاد المهاره في المستقبل غادي تدبر عليها، وبلا ما تبقى تلقى السبه لراسك كتقول لا دوك الناس راه كيشطحوا في تيك توك، لا خاصني نبين عائلتي، لا خاصني نكشف حياتي. اما كايناش هاد الهضره، هادو غير اعذار كتلقاهم مع راسك. هاي الوزيره جات دارت سيلفي، الله يعاون الله يعاون، ستوريات فيديوهات انستغرام فيسبوك يوتيوب ولاو مهمين في هذا العصر اللي حنا فيه بغيتي ولا كرهتي. حليت هذا القوس باش ما تبقاوش غير مستهلكين، توليو كتنتجوا منتجين في هذه مواقع التواصل الاجتماعي وعيق وفيق اشفيق. سدينا القوس، دابا غندخلوا في الموضوع ديال اليوم. واول حاجه غادي نبدا بها هذا الموضوع هي ايه قرانيه. يا ايه قرانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. هذا هو أول ميساج غادي ندوز، بعد من الربا، بعد من الكريدي، بعد من الانتيري. والله لا تفرتي، وخا طبق كاع هاد الشروط اللي نقول لك في ديك الدار اللي غتلقى ما غيباركش لك فيها الله. دابا اجي ندخلوا في داك الشيء الآخر. هذا الدعم اللي دارت الدولة هو أكبر دعم في تاريخ المغرب اللي متعلق بالسكن، وكنهضروا على دعم مباشر من الخزينة ديال الدولة
جيوب المواطنين. أيه. وما كيهمش غير الطبقة الفقيرة، كيهم حتى الطبقة المتوسطة. الناس اللي غادي يشتريوا دار بقل من 30 مليون غادي يجيهم واحد دعم مباشر ديال 10 مليون، واللي غيشريو بقل من 70 مليون غيجيهم دعم ديال 7 مليون. وخاصك تكون مغربي، وخا تكون ساكن على برا، وما تكونش استفدتي من قبل. ودرت فيديو قبل شرحت لكم فيها لي ديطاي كاملين. علاش قلت لكم هذا اول دعم مباشر؟ حيت قبل كانت الدوله كدعم المنعشين العقاريين والمقاولين اعفاءات ضريبيه، داكشي علاش خرجوا دوك الديور ديال 25 مليون. دابا في بلاصه ما تعطي للمقاولين والمنعشين كتعطي لبنادم اللي غيشري، وكنقدر تقريبا واحد 100,000 سكن اللي غادي يكون 100,000 واحد اللي غادي يستافد، يعني البلايص محدودين. وكيف ما قالت الوزيره هذا الشيء بدا ونطالق وكيدار عبر واحد المنصه الكترونيه. دابا انا خوتي وخواتاتي بغيتكم تفكروا معايا بالعقليه ديال المستثمر، ديال مولين الشكاره، ديال المنتج، ماشي ديال المستهلك. دابا غنعطيكم واحد الخطط اللي غادي تبعوا قبل ما تشريوا الدار. ما تمشيش بالعاطفه، ما تسمعش لمرتك، ما تسمعش لنسيبتك، تبع هذه الخطوات اللي غنعطيك. قبل ما ندخل معاكم في الديتاي بغيت نشرح لكم شنو الفرق بين المستثمر وبين المستهلك، بين المنتج والمستهلك. المنتج فاش كيشري الدار خاصو يشري الهمزه، خاصو يشري الهوته، خاصها تربحو، اما المستهلك كياكلها من الاخر. داكشي علاش المستثمر قبل ما يشري الدار اول حاجه كيدير كيمشي يقلب يشوف واش مازال تيران في ديك المنطقه اللي غيشري فيها ديك البارطمان، واش مازال الاراضي كاينين، واش مازال غيطلعوا بروجيات اخرين. الى كيمشي يسول على الثمن ديال الارض. انت غتشري بارطمان عرفت ما سوقكش في الارض، ولكن غتمشي دير راس بحال باغي تشري ارض وتسول على ارض شحال دايره، حيت هي اللي غادي ديتيرميني ليك شحال داير البارطمان. الا انت غتشري ب 10,000 درهم للمتر مثلا ولقيتي الارض دايره 7,000 درهم ولا 6,000 درهم ولا 5,000 درهم، راه موفيز افير. علاش موفيز افير؟ حيت واحد النهار غيجي شي واحد وغيشري ديك الارض ب 5,000 ولا 6,000 درهم وغيولي يبيع البارطمان حتى ب 7,000 درهم، وانت بشحال شريتيها؟ ب 10,000 درهم. علاش؟ حيت هذاك اللي باع لك يا اما شاري بالغلا يا اما زندفك، وحنا هادشي اللي ما بغيناش. يعني غتسول على التيران اللي كاين تما، هذاك الثمن اللي غتلقى زيد عليه واحد 1,000-2,000 درهم. الا لقيتي التيران داير 10,000 درهم والمنعش العقاري غيبيع لك ب 12,000 درهم ولا قل، راه مزيانه. وهذه راه ماشي هضرتي، هضره الحريفيه اللي قالوا لي نقول لكم هادشي. ثاني واهم حاجه اخوتي خواتاتي، دير راسك بحال باغي تكريها، ما تخيلش راسك انك غتسكن فيها. شوف الثمن بشحال غتشري وسول ديك المنطقه دوك الديور خاويين ما مفرشيش بشحال كيتكراو. غتدخل تقلب في الانترنيت، غتسول السماصريه في القهوه، غتسول العساسه وقول لها الدار انا اللي بغيت نشري الا بغيت نكريها شحال غتجيب ليا. وتما خاصك تلعب على بين 8-10%. اشنو كنعني بهذا الشيء؟ غتشري دار مثلا ب 60 مليون، غتشد ديك 60 مليون غتضربها في 8%، وهذاك الشيء اللي غتعطيك غتقسمو على 12، هي غتجيك واحد 4,000 درهم في الشهر. قل من 4,000 درهم في الشهر ما تشريش تما. ماشي انت غتشري دار ب 60 مليون وغيقولوا لك راه كيتكراو ب 2,000 درهم افر عوا. علاش قلت لك هذا الشيء؟ حيت غيجي واحد النهار غتولد الدراري كثر غتبغي 4 البيوت، خاصك تحول. حيت غيجي واحد النهار تقدر تجيك الحساسيه تما غتبغي تحول. حيت غيجي واحد النهار يقدروا يسكنوا فوق منك الشيخات ويبداو يديروا الموسيقى بالليل وغتبغي تحول. يعني وجد راسك، ومني غادي تكري هذاك الشيء اللي غادي تدخل غتمشي تكري به دار اخرى بساوندينغ اخر في بلاصه اخرى. تقدر تكون خدام انت كاستاذ وتجيك ميوتاسيون خصك تمشي لمدينه اخرى، يعني خصك تخرج من تما وتمشي لبلاصه اخرى، يعني خصها تكون كاريه راسها 8% على الاقل. النقطه الاخرى غادي تمشي وغتشوف المشاريع اللي تبناو قبل من تما وبشحال تباعوا، وهذوك الناس اللي شراو من عندهم شحال كيبيعوا في الدوزيام ما. الا كاين شي واحد باغي يبيع غتمشي لذاك الحي وغتشوف شحال شراو وبشحال باغيين يبيعوا باش تفهم العرض والطلب في ديك البلاصه. واش بنادم باغي يسكن تما؟ واش الاثمنه كيطلعوا اولا كينزلوا اولا مستاقنين؟ غتمشي غتشوف شي واحد اللي شاري نفس داك ستوندينغ ديالك هذه 5 سنين ولا 6 سنين وتدق عليه وتسولو بشحال شرا، ولا تدخل للانترنيت وراه كلشي كاين في الانترنيت في دوك المواقع ديال العقار. ولا بان لك ان داك الشيء راه غادي كيتزاد، زعم بان لك الثمن بقى هو هو في مده 5 سنين 6 سنين، عطيها تيساه. حيت كاينين شي بلايص راه ما باغيهم حتى شي واحد، ومن بعد غادي تدخل وغتشوف لا فينيسيون ديال الدار. الا حليتي الباب ولقيتي بيت النعاس موفيز افير، الا كنتي جالس في الصالون وكيبان لك بيت النعاس موفيز افير، شوف الفصاله ديال الدار كي دايره وشوف لي ماتيريو اللي مستعمل داك المنعش العقاري كي دايرين، واش الموز صغاريت اولا مزيانين، واش غيصبروا ليك ولا غادي تبدلهم من مور ما غيبيع ليك. داكشي علاش غتجيب شي واحد حريفي غتخلصو غيشوف وغيعطيك اللاصق. ويلا داك
البروموتور اللي باع لك ولا المقاول اللي باع لك فيه تبنى بروجيات قبل، غتمشي تشوف دوك الناس اللي شراو من عندهم من قبل وتسول ياك ما كاينين دي فويت، ياك ما الحيط كيتشق، ياك ما فاش ضرب الزلزال في الحوز رابت شي حاجه، غتسول على داكشي اللي دار من قبل. واهم حاجه حتى دابا فاش كنهضروا على هاد الاستفاده اللي غياخذوا هاد الناس، كنهضروا على بنايات جداد اللي الله تبناو في 2023 وخرج لهم بيرمي دابيتي في 2023. داكشي علاش بزاف الناس غيمشيو يشريو في البلان. فاش تمشي تشري في البلان بعد من الكونطرا دي ريزيرفاسيون، دير كومبرومي دفون، وعد بالبيع عند النوتير، وشوف واش ديك البقعه سميت الشركه ديال داك الشخص، واش شاريها ولا كيبيع لك الحوت في الماء، وشوف واش عنده تيترات، واش عنده البيرمي دو كونستروي، واش عنده رخصه البناء ولا لا. سول على راسك، حيت هنا كيطرى النصب. وشحال من واحد كتسالوا البنكه وكيجرجر عباد الله وما كيعطيهمش التيترات. الحاجه الاخرى اللي غادي تمشي تسول عليها الا كانت الدار كامله مكموله وبغيتي تدخل تسكن فيها، هي انك غادي تمشي تسول العساس، غتسول مول الحانوت، غتسول المقدم، تكونوا من الجيران اللي كاينين تما حد الجار قبل الدار. ميمكنش تسكن في شي بلاصه غير عائليه وانت غادي بعائله. هادشي اللي عطيتكم هما اهم النقاط اللي خاصك تشوف قبل ما تزعم وتشري الدار. هاد لا فيديو خاصك تعاود تشوفها وبشويه عليك، وما تنقص حتى شي ايطاب كاين اللي كيندم حياته كامله. الله يجازيكم بخير، ما تنقصوا حتى شي مرحله من هادو اللي قلت لكم. غادي تتبع نقطه بنقطه وغادي يجيب الله التيسير. انا عارف ان هاد القرار اللي غيتاخذوا بزاف ديال خوتنا هو قرار مصيري وديال العمر، وكاين اللي الله يحسن العوان غادي تقاتل باش يجيب دوك الفلوس. داكشي علاش ما خاصكش تسقل هاد الشريه ديالك، وحيد العاطفه، خدم معايا العقل، حيت انت الا كنتي نيه راه كاينين الذهب. الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هاد لا فيديو الماكسيموم مع كاع الناس اللي كتعرفوا باغيين يشريو دار ولا كيفكروا يشريو الدار، ويا ربي تدخلها بالصحه والسلامه عليكم كاملين. السلام عليكم.